قضت المحكمة الابتدائية بوجدة اليوم ببراءة عبد الله النهاري على خلفية تصريحاته التي يشتبه أنها تستهدف رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية، وكان المشتكي به قد تبع في حالة سراح بتهمة التحريض مباشرة بواسطة الخطب والوسائل الإلكترونية على القتل دون أن يكون لهذا التحريض أي مفعول. وقد سبق لجريدة الأحداث المغربية أن رفعت دعوى ضد عبد الله النهاري على خلفية تصريحات أدلى بها في شريط فيديو تم بثه على الانترنت يرد فيها على رئيس تحرير اليومية بخصوص رأيه في الحرية الجنسية.